بحضور معالي وزير التعمير التي أنابها معالي رئيس الحكومة السيد العثماني، وإحنا نتشرف بحضورها وحضور جميع الشخصيات وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وكذلك حضور تقريبا جميع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأفريقي والأوروبي وجميع العالم إن شاء الله، وتشرفنا بحضورهم. علاقات المغرب والبحرين وطيدة، هذه قبل لا نزداد حتى أنا وإنت، فالعلاقات وطيدة من قديم الزمان، من يوم كانوا أصحاب الجلالة الملك حمد حفظ الله وصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، من يوم كانوا أولياء ولي العهد كانوا أصحاب ويتزاورون وما زالوا طبعا. فنحن إن شاء الله بخير، وعلاقاتنا مع المغرب في تطور وازدهار، وكل الأمور مسهلة لي أنا كسفير، كل الأمور مسهلة والحمد لله في المغرب. احنا موجودين اليوم مع في حفل ان شاء الله الوطني ديال المملكة البحرينية، وحنا كنباركوا على هذا العيد ان شاء الله. وحنا موجودين هنايا باش نقولوا للمملكة البحرينية بان الشعب المغربي كله كيبارككم، وايضا الحكومة وصاحب الجلالة نصره الله، الله يدوهما عليكم ان شاء الله حفل بهذا العيد بالصحة والعافية. وهذا العيد ايضا هو مناسبة باش نقولوا ايضا المملكة البحرينية بان الشعب المغربي والدولة والمملكة المغربية بقيادة الحسن بقيادة محمد السادس نصره الله وراكم ومعكم ان شاء الله. هذا عربون أخوة وعربون محبة اللي احنا ديما كنقدموه ايضا للشعب البحريني. وشكرا. مملكة البحرين والحضور ديالي كيجسد العلاقة المتينة بين المملكتين يعني العربيتين الإسلاميتين، وكذلك كيجسد واحد المتانة ديال العلاقة بين الملكين الملك محمد السادس والملك البحرين. إذا اليوم كنتمناو البحرين يعني عيد وطني سعيد. شكرا. كنائب رئيس جامعة محمد الخامس الرباط كنباركوا مملكة البحرين بمناسبة عيد الوطني ديالها حكومة ملكا وشعبا، بكل صدق كنتمناو لها مزيد من الازدهار، مزيد إن شاء الله من النمو والرخاء الاقتصادي. بكل صدق بالنسبة للعلاقة بين المغرب والبحرين البلدين الشقيقين علاقة جد ممتازة من ناحية سياسية، ولكن من ناحية اقتصادية كتبقى العلاقة ما كتلقاش التطلعات ديال الشعبين الشقيقين والبلدين الشقيقين، لأن حجم المبادلات الاقتصادية بين المغرب والبحرين ما كتعداش 70 حتى 80 مليون دولار سنويا، اللي كتبقى واحد الحجم اللي ضئيل جدا. إذا خصنا واحد تضافر جهود، مزيد من الجهود للإقلاع الحقيقي والإقلاع كما قلت لكم حقيقي ديال الاقتصاد والتبادل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. كنقول لدولة البحرين كل عام وانت بألف ألف خير، ومملكة أنا سعيدة أني ساكنة فيها وأنه زوجي منها وبنتي حتى هي منها، فكنقول لهم كل عام وانتم بألف ألف خير بمناسبة العيد الوطني ملكا وشعبا. احنا واش اليوم مو بعيدنا الوطني، هاي عيد امنا البحرين، امنا وحبيبتنا، عسى ان شاء الله دوم يدوم الفرح والامن عليها تحت ظل جلالة الملك حمد الله يحفظه ويطول بعمره. وطبعا اجواء جميلة وهذا شرف لنا انكم متواجدين اليوم معاهم هني، والحمد لله ان الشيء بيض الوجه، ان شاء الله دائما الافراح تكون على البحرين والامن ان شاء الله يعم، وعلى طبعا ديرتنا الثانية المغرب. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.